يسرني أن أجد نفسي في رحاب هذا الجمع الكريم الذي نكيل له كل التقدير والاحترام، وأرحب كل الترحيب أصلت عن نفسي ونيابة عن كل إطارات وسكان ولاية المسام بالسيد رئيس المرصد الوطني، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني والوفد المرافق له لإشراف على فعاليات النهضات الولائية للمجتمع المدني لإبراز الدور الهام والأساسي للحركة الجمعوية. ويا رفرف الله يرحمهم ويستعليهم، وهذا العمل المشترك كامل كان عاود نموه عنده مدلول أن ولاية المسام كانت في صلب 58 ولاية جزائرية اللي بقات بموقف واحد وبجهد واحد وبتضحيات واحدة في الشق الثوري، في الشق السياسي، في الشق العلمي. واليوم ربما كي نجي ولاية المسام أول كلمة نقول لكم التحية والتقدير على حضوركم جميعا في هذه القاعة ومن خلالكم إلى كل إخوان الأخوات خارج هذه القاعة. مع المرصد الوطني للمجتمع المدني في موضوع المواطنة والحوار والتنمية المحلية، هذا يبقى دائما في إطار تعزيز آليات المجتمع المدني، ونحن من هذا المنبر نقول أننا أصبح من الواجب إلزامية التكوين والتأهيل لمختلف فعاليات المجتمع المدني. نحن في هذا المنتدى الولائي للحوار والمواطنة والتنمية المحلية استمعنا بما يخص منهجية هذا المنتدى من طرف السيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نظيم إبراهيم ومختلف المتدخلين. أيضا كنا قمنا بإعطاء رأينا والتدخل كتقديم انشغالات اللي تخص الجمعية احنا فيما يخص التنمية المحلية كوننا شريك للدولة في تنفيذ سياستها كما يقره الدستور 2020. تم طرح مختلف الأسئلة من طرف الجمعيات والمنظمات، وكان استجواب الوالي ولاية المسام وكذا رئيس المرصد الوطني ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكانت الندوة قيمة والنتائج إيجابية وشكرا لك. اليوم كان يوم ممتاز من ناحية سماع رئيس المرصد الوطني الجزائري لجميع الجمعيات المدنية أو المجتمع المدني لولاية تلمسان، وكل جمعية قدمت انشغالات وقدمت أسئلة فيما يخص التطور والتنمية المحلية للولاية من حيث تقديم وتوزيع أعمال وتيسير الأمور فيما يخص قلنا تنمية المجتمع المدني في ولاية تلمسان.